مشى عنده قهوه زوينه ما نعاودش لك بثمن مناسب بخمسة دراهم، ما كاينلاش تضيع ترونسبور تمشي لتقدم ولا العين عوده تخسر فلوس. اللهم هنايا قهوه وتريح هنا وتقهوى داكشي عنده ناضي. مدينة أم عزة، جامعة أم عزة، الطريق ديال عكراش. مرحبا بكم. بالنسبة لهذا المشروع، هذا فكرة جات ملي خرجت من العمل ديالي. جاتني هذه الفكرة هذه علاش؟ باش نعيش وليداتي وباش نكون بالأسرة ديالي. الفكرة هذه جاتني ملي ساليت انتهيت من العمل ديالي، بقيت خدام. جاتني الفكرة بأنني باش نعيش وليداتي نكون باش يعني باش نكون مع الزمان كما تيقولوا مزيان. هاد الفكره جاتني بهاد الطريق هذه. كاينين الاصدقاء، كاينين الناس اللي يعني تنشوف فيهم يعني شادين الطريق ديما، وما كاينش فين غادي يتقهوى. وهادي جاتني هاد الفكره باش انني يعني ندير هاد القهوه هنايا يعني. والحمد لله استجوبوا معايا الاصدقاء والكليان، يعني ولاو تبارك الله كليان مزيانين. تقريبا شحال مشروع غادي يعني تقام هذا المشروع تقريبا؟ باش خديتي السياره، باش خديتي مثلا هاد الاليات ديال العصاره ديال القهوه وديال مثلا هاد المنتجات اللي تتبيع؟ تقريبا شي حدود كم يعني الانسان اللي بغى يبدا باش على الاقل مجموعه من الشباب باش يعرفوا حتى ياخذوا هاد الشيء ويعرفوا مثلا؟ مرحبا. هاد الفكره، هاد المشروع تقام تقريبا شي 7 المليون، فيها السياره، فيها الماكينه، فيها الطاقه، فيها جميع اللوازم ديال هاد القهوه هادي. تقريبا شي 7 مليون على حساب الانسان. عاوتاني كاين الله يحسن العوان، كاين اللي غادي تفوت اكثر من 7 مليون، كاين اللي غادي تقل على حساب كل واحد. المهم انا 7 مليون هكا باش بالطوموبيل ديالها. هي بصراحه 7 مليون ملي ساليت العمل ديالي شديتها في المحاسبه ديالي، جيت باش غادي نعيش. هذا هو اللي كاين. ما كان سبق لك مثلا خدمتي في دي كافي على اساس انسان باش تكون عنده تجربه ولا غير كان مثلا؟ لا، ديجا كانت عندي تجربه ديال الكافي وكنت خدام فيها وعندي درايه بها، وداك الشيء علاش ساعدتني بزاف ديك البدايه اللي كانت عندي في الاول، كانت عندي في الراس يعني. والحاجه الا تتبغيها غادي تعطي داك الشيء اللي عندك وتحسن من الجوده ديالك وتزيد تجتهد باش تكون ترضي الزبناء ديالك. جماعة أم عزة تقريبا تبتعد عن مدينة الرباط بحوالي 31 كيلومتر أو 36. واش أنت من أبناء المنطقة ولا تجي من بعيد؟ لا، تنجي من تقدم، من الرباط، حتى نجي في الصباح توكل على الله، خرج مع الفجر من الدار تتقول بسم الله وتتجي على بركة الله. تقريبا شحال الثمن ديال القهوة؟ شحال تقريبا الثمن ديال القهوة؟ داير له 5 دراهم. كل شيء يشرب، الله يجعل شي بركه، وكل شيء من فضل الله. اللي دايز يشرب، ما عندوش يشرب عنده. ولكن الحمد لله كاينين اصدقاء، انت تعطي قهوه مثلا تيجي واحد تيخلص لك ديك القهوه كاع، ما تتحسش بها كاع، بروفوار ديالك تيعطيه لك تتخلصو يعني. الحمد لله، الله يجعل شي بركه ومرحبا بكم.
واللي جا يتقهوى في جامعه ام عزه عند بوشات طلحه قهوه متنقله. مرحبا بكم جميعا اصدقاء، مرحبا. شحال بديتي هذا المشروع تقريبا؟ شحال من مده تقريبا؟ دابا تقريبا شي 7 شهور هكا باش بديت هذا المشروع، ولا 8 شهور باش بديت هذا المشروع هذا. كتخدم بالنهار في كيف كنا خارجين لا تنخدم الا جورني ديالي، تنجي في الصباح المغرب حتى الله يجعل شي بركه، تمشي بحالي نشوف وليداتي ونشوف المسائل ديالي حتى انا اللي كاينش بعض الصعوبات بعض العراقيل مثلا تاخذ مصاري ماديه في اليوم مثلا على مستوى الاخبار على مستوى مثلا الان على مستوى كيف يعني. لا الحمد لله من هذه الناحيه هذه كلشي الحمد لله. في جماعه ام عزه الناس مزيانين طيبين، تيتعاملوا معايا باحترام، تنتعامل معاهم باحترام، السلطات كذلك تيحترموني تنحترمهم، ما كاين حتى شي. تنشكرهم بزاف من هذا المنبر هذا، تنشكر السلطات المحليه، تنشكر الناس كاملين اللي في هذه الجامعه هذه، يعني ساعدوني حتى هما بالاحترام وبشحال بزاف د الحوايج تنشكرهم. انت دابا واقف في هذا المكان ما تتخلص لا ضريبه ما تتخلص حتى شي حاجه د الفلوس مثلا؟ لا الحمد لله الساعه مازال، ولكن الا كانت شي حاجه قانونيه احنا ما كرهناش شي حاجه قانونيه، يعطيونا نخلصوا ما كاينش مشكل، نخلصوا الواجبات تاعنا ونخدموا تاعنا بخير وعلى خير باش نعيش وليداتنا ونعطيو تاعنا واحد الحاجه اللي ما كرهناش حنا يديروا معنا شي حاجه اللي يعني شي حاجه نخلصوا تاعنا ما كاينش مشكل. وكيف تشوف هذه الموجه ديال ارتفاع الصاروخ في المواد الغذائيه؟ واش هذا الشيء مسكته مثلا القهوه اللي تتبيعها؟ من طبيعه الحال من طبيعه الحال بالنسبه للقهوه كنت ناخذها بواحد الثمن، تزاد واحد الثمن تقريبا تزاد شي 15 درهم في الكيلو، ولكن رغم ذلك الحمد لله الكليان ما نقدرش نزيد عليهم، انني الله يجعل شي بركه، والاسعار مرتفعه من طبيعه الحال، شحال من حاجه بزاف د الحوايج اللي فعلا كاين تغير، كاين بزاف ديال الحوايج. بالنسبه للجماعه هذه، بالنسبه للجماعه مزيانه، مرحبا بكم عندنا، كاين البراج، كاين بلايص اللي غادي تشوفوا مزيانين، مرحبا بكم. يعني هذه المنطقه عندنا مدينه السياحه؟ من طبيعه الحال من طبيعه الحال، كاين سد مولى عبد الله هنايا، يعني تيجيو الكليان تيجيو يشوفوا مع راسهم، كاين الغابه، مناظر خلابه، ما تبارك الله كلشي مزيان، الطريق مزيانه، كلشي مزيان. شكون الزبناء اللي تيجيو عندك؟ صحاب الكليات ولا الجميع اصلا؟ جميع الاصدقاء، جميع الاصدقاء تيجيو والحمد لله، مرحبا بكم كاملين، مرحبا والف مرحبا. مرحبا. بعض الاجانب مثلا؟ من طبيعه الحال من طبيعه الحال. من طبيعه الحال كاينين الناس اللي بزاف اجانب هنايا تنشوفوهم تيتعاملوا معنا مزيان، تنتعاملوا معهم باحترام، ناس طيبين بزاف الحمد لله، ناس طيبين. وكنشكرك بزاف على الوقت المعطي اللي معطيتينا، قامت في واحد. مرحبا بكم في جامعه ام عزه عند بوشه، قهوه متنقله ديال الدرويش، كلشي يشرب القهوه، ومرحبا بكم وعاش الملك. مرحبا، شكرا، تحياتي. 06 التليفون ديالي 06 78 93 20 24. شكرا عين بريس على هاد المجهود اللي تديروا، حتى نتوما تجيو عندنا يعني تتشجعونا في حوايج بزاف، تنشكركم بزاف حتى نتوما على هاد المجهود ديالكم الجبار. السلام عليكم، انا واحد من الكليان ديال السي بوشا، عنده قهوه زوينه ما نعاودش لك، بثمن مناسب بخمسة دراهم، ما كاينلاش تضيع ترونسبور تمشي لتقدم ولا العين عوده تخسر فلوس. اللهم هنايا قهوه تريح هنا وتقهوى، داكشي عنده ناضي الله يعطيه الصحه، وتنتمنوا ليه التوفيق، وي وما كرهناش يطور هذا المشروع هذا، يدير لنا طبيلات كريسيات باراسولات، نتقهواو هنايا في الطبيعة هذه، والله يسخر.